السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا لنهاية هذا الموسم من أسوة، الحلقة الأخيرة ال15 من الموسم الثاني مع الدكتور محمد فرحات، برحب بيه. واتكلمنا في الحلقة الماضية عن نموذج ونمط مهم جدا من أنماط الابتعاد عن التأسي وعن المنهج وعن النموذج اللي مطلوب أن يكون المسلم عليه، وهو نموذج النسوية أو الفيمينيست، وقضية تطور العلاقة ما بين الرجل والمرأة إلى أنها تكون علاقة صراع أو علاقة صدام. وبالتالي مش هنقدر أن احنا نتكلم عن المفهوم ده من غير ما نتكلم عن انعكاسه داخل البيت، انعكاسه داخل الأسرة المسلمة، داخل المجتمع المسلم، اللي هو عبارة عن طرفين. وزي ما في إسراف نسوي أو في نوع معين من فرض عداوة أو فرض صراع معين، كذلك في تجاوزات واضحه جدا، وممكن يكون في المقابل ميل ذكوري. ولما بنتكلم عن الذكوريه مش بنقول ان احنا بنقر ان في هذا المفهوم مقبول شرعا، لا في ذكوريه ولا في نسويه اساسا في الاسلام، المفهومين مش موجودين. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، والاحكام الشرعيه في الاصل انها مخاطب بها الاثنين، وان في علاقه تكامل ما بين الخطاب الشرعي للمرأة او الخطاب الشرعي للرجل، وده عليه واجبات وعليه حقوق، وده عليه واجبات ودي عليها واجبات وعليها حقوق، الكلام المحفوظ اللي مطلوب ان هو برضو يذكر بيه كل مرة. لكن احنا عايزين ننتقل بقى، هنيجي نتكلم عن البيت المسلم. بنعتقد ان الحل بيكون في وجود مفهوم تاني للعلاقة، وجود مفهوم تاني بيقام عليه هذا البيت، اللي هترك الدكتور محمد يعرفنا بهذا المفهوم المهم جدا عشان نصلح هذه العلاقة وهذه البيت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دايما بقول ان عندنا اكتر حاجة احنا بنخسرها عندما نخسر العمود الرئيسي فيما نبنيه. ممكن انا اخسر حيطة مثلا، ممكن اخسر جزء من البناء، لكن لو خسرت لب العمل، لب البناء، خلاص انا خسرت البناء. وهذا ما نخسره كثيرا في حياتنا عندما ننزع العبودية من حياتنا، كتير جدا من امورنا، على مستويات علاقتنا الشخصية، على مستويات تعاملاتنا، على مستويات خياراتنا، على مستويات حياة كتير جدا، لما بيتنزع منها مفهوم العبودية الحياة لا تستقيم. تقصد ان العلاقة الزوجية في المفهوم مفروض انها تكون علاقة تعبد لله عز وجل. عدم فهم العبودية كمنظومة شاملة وداخلة معانا في كل جزئيات حياتنا، ده عندنا بيخلي عندنا خلل في التصور، لان احنا بناخد كل جزئية منفصلة عن بعضها البعض، بناخد كل قضية بعيد عن التانية، مع ان هي كل دي حاجة واحدة. بتتكلم في منظومة عبودية لله سبحانه وتعالى، بما فيها عبودية الزواج، ان انت تنشئ هذه العلاقة، علاقة الزواج على منهاج العبودية. طب ما هو سبحان الله، يعني انت لو سألت اي حد الزواج ده له حكم في الاسلام ولا ملوش، لك اه طبعا، ده يعني ده مش حاجة دنيوية محضة، لا طبعا، هو هيقولك تلقائيا كده، بس بينسى بعد كده. يعني هو حافظها كمفهوم، هتقولك اكمل نص ديني. ايوه، هو مش نص دين ولا حاجه، يعني هو في 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 حديث يعني فيه هذا معناه، يعني حصا يعني حسر بعض اهل العلم، بس يعني هو له مفهوم بعيد يعني عن المفهوم الشرعي. لكن انا اقصد اقول ان هو كده كمفهوم بيطلق، لكنه عند التطبيق بينسى. فهي فكره لما تساله هو الزواج ده في الشرع، يقولك اه طبعا. طب تعرف تجيب دليل؟ اه طبعا، النكاح من سنتي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. فانت اساسا منطلق وعارف ان الزواج ده، يعني هستاذنك ان انا اقول في دليل اوقع من القران، مش بس انه مجرد شرع، ان النكاح شرع، النكاح ايه من ايات الله، صحيح، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. يعني بالظبط، لما نلاقي ان هذا الترتيب في سوره الروم جاي ما بين ايات بتتكلم عن خلق السماوات والارض، وايات عن خلق الإنسان وطبيعة خلق الإنسان، ويجي في النص ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. على فكرة الآية ممتدة في ده، يعني مش الآية بس الخلق، لا، والمودة والرحمة والسكن، ده كل المنظومة دي آية، ربنا سماها آية. أحسن الله عليك. فأنت لما تيجي تشوف
تلاقي المعاني دي موجودة لكنها معاني أقرب ما تكون للقيم نظرية فوق محطوطة كده حاجة جميلة، جواز دين بس أكمل نص دين فين بعد كده ننسى خالص بقى إن هو فين ده في حياتي يا أخي. سبحان الله، ده أنت كحكم الزواج، أنت في واحد ممكن يتقال له أنت يجب عليك أن تتزوج وجوبا، واحد تاني يتقال له لا أنت بالنسبة لك مستحب وهكذا. إذا إحنا ما بنتكلمش في حاجة عبارة عن علاقة علاقة دنيوية محضة. طيب منها بقى نلقط الخيط فيما كنا أثرناه في المرة اللي مسألة وجود التفخيخ في فخ بيتحط للمجتمع في العلاقة ما بين جزئياته وما بين الرجل والمرأة بصفة عامة. هل يا ترى في حاجة اسمها قوامة الرجل أصلا في الدين؟ طبعا طبعا في، يعني هل الدين جعل هناك قوامة الرجل على المرأة؟ القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بالزبط. وبما أنفقوا. ازاي بقى مفهوم زي ده يتحول لمفهوم حرب؟ انا بنظره من مفهوم تاني الا وهو منظور التعبد. لو نظرنا لهذا الخطاب، ده خطاب قراني، خطاب من الله سبحانه وتعالى، لو هنظره من منظور التعبد اكيد التلقي هيختلف تماما. هيبه الواقع كلمه قوامه هيختلف، ده تكليف اصلا مش تماما، ما عادش مش هتاخدها انت هناك في جانب الايه الخناقه. ده احنا يا اخوانا احنا بنتكلم في امر شرعي، هتاخدها في جانب المسؤوليه و الراجل هيتلقى ازاي والمرأة هتتلقى ازاي. لو راجل هينظر اليه منظور من منظور التعبد، الرجال قوامون على النساء، اهذه تراتبيه بعباره عن الرجل افضل من المرأة مطلقا، الرجل فوق المرأة مطلقا، او هديه كده بنديها لك. القوامه هذه تعبد لله سبحانه وتعالى، مسؤوليه. نعم فيها تفضيل لجنس الرجل على عموم جنس المرأة، فيها مشكله، لكن هذا التفضيل اناط الله به مسؤوليات. أنت لكي تصل أن تكون قوام قيم على هذه المرأة، اعلم أنك تتعبد لله بهذا. فعلا أنت ستسأل يوم القيامة، ليس عن نفسك فقط، عندما تتزوج ستسأل عن نفسك، ستسأل عن زوجتك، ستسأل عن أولادك، ستسأل عنهم في دينهم، ستسأل عنهم في أمور حياتهم، هل أديت ما عليك أم لا، هل قصرت أم لا. كلكم راع وكلكم مسؤول. تخيل يعني المرأة لها حدود من المسؤولية أقل من حدود الرجل. المرأة مسؤولة أيضا في بيته، لكن من المسؤول عنها أصلا؟ يعني المرأة إذا قصرت نعم هي تسأل وزوجها يسأل. المرأة إذا فضلت دكتور محمد، هي مشكلتنا أحيانا بتكون في عدم فهم دلالة الألفاظ. يعني حتى لو جينا نقول كلمة المسؤول عامة، المسؤول الحكومي، المسؤول بالظبط، أحسنت. أيوه هو بيتعب يعني، وللأسف ده بيمتد برضو لفكرة المسؤول في الزواج. انت مسؤول، انت ليك قوامه، دي اصلا تكليف خطير. أيوة. يعني فكره ان انا مسؤول، يعني هتسال. ايوه انا مسؤول عن هؤلاء، مسؤول بمعنى انك صاحب منصب. بالظبط، لا احنا بقينا بنعملها كده، ويمتد ده للزواج برضو، ان انا قوام. انا اللي ايوه، يعني ما هياش سلطه لفرض الراي، مش سيف مش سيف مسلط على الرقاب. انت ده مسؤوليه و قدرة وحكمة وتفصيل كبير جدا، لكن مفهوم دلالة الألفاظ عندنا عنده دايما إشكال. يعني هناخد الحتة اللي على مزاجي أنا، بس أنا ليا قوامة، محدش يقدر ينازعني، محدش يقدر يقول لي أنت بتعمل إيه، محدش يقدر يقول لي ليه. مع إن حال النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نرجع للنموذج التأسي بتاعنا هنلاقي إن في تفاعل برضه مع وجود هذه القوامة، لكن كان في استشارة وكان في نقاش وكان في أحيانا نوع من انواع اللين. يعني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال حديث لما السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ذكرت انها يعني تريد ان تعتمر ويرجع الناس بحج وعمره، وارجع انا بحج لما اصابها ما يصيب النساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام ارسل معها اخاها، قصه المعروفه. في لفظ جميل قوي لسيدنا جابر بيقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا لينا اذا هويت شيئا وافقها عليه. شوف اللفظ هذا. أيوة. هذا يعني امام القوامين، لو جينا نقول بقى القوامه في اي شيء بلغ النبي عليه الصلاه والسلام افضل ما فيه. فاذا كانت القوامه من الدين فيقينا افضل من طبق القوامه صحيح. هو النبي عليه الصلاه والسلام. ذلك كان يلين احيانا، وكان يعني يسير رايه احيانا. الفكره دي هل احنا النهارده دلالة المفهوم دي هنبقى لو قدرنا نوصلها للناس، هل ده ممكن يحل الأزمة؟ هي مشكلة بقى مش ان احنا
نرسي فقط المفهوم. هي المشكلة ان بقى الخطاب المصادم بينزع المفهوم ده اصلا. هو مين قال ان المفهوم كده؟ يعني لماذا لا يكون القوامة تشاركية مثلا؟ يعني ليه ما يكونش اساسا القوامة اللي موجودة لفظ عربي معروف؟ لا بس ما هو برضه يقول لك ما هو ممكن والامر شورى بينهم. فاذا انت يعني انا عايز اوصل لك ما هي شورى ان عايز اوصل لك الفكره، يعني ان انا الخطر اللي عندي الاكبر مش مجرد تفخيخ العلاقه، ان بقى فيه هناك نوع من زرع عدم اليقين الشرع نفسه، ان في نوع من التمرد على خطاب الشرع نفسه. دي حته خطيره، لابد ان الانسان جانب القوامة ناحية المرأة كيف تتلقى هذا الامر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا. الحتة لازم تتلقاها بالتسليم والقبول. القوامة ما تقبلي تقبلي بهذا وتتعبدي لله بهذا. انت تتعبدي لله بطاعة زوجك، والطاعة اصلا الحق سبحانه وتعالى جعلها في المعروف. اذا زوجك امرك بشيء فيه معروف او في حاجة من الامور المباحة تطيعينه وتحتسب الاجر وتؤجرين عليه امام الله سبحانه وتعالى. طب برضه نرجع نسأل السؤال، طب ولماذا لم يكن هناك، أليس يعني كان في متصور عقلا إن ممكن يكون إدارة الحياة العامة، الحياة الزوجية عن طريق المناصفة والتشارك العام؟ كان ممكن نظريا، بس هو ربنا يعني جعل القوامة للرجل. نرجع ونقول برضه طب تعالى نحتكم إلى ما نفهمه نحن. هتقول نحن نموذج إدارة لكشك حتى صغير في رئيسين، كان في رئيسين. هاتولنا بس ونحب نشوف بجد، عايز اشوف. ممكن يتقال لك ساعتها طب ما هو ليه ما جعلش القوامه للمراه مش لازم تشاركيه؟ بالظبط. وده يبقى الرد بقى. فساعتها انت خلاص هنا المفهوم التشاركيه بقى التشاركيه المطلقه مش نافع. حتى في الدول والحكومات يعني فين الدوله اللي بتخلي اتنين يرقصوها دي؟ يعني ايه حصلت فين ونجحت فين؟ يجي يقول برضو هو يعني من الحاجات الخبيثه بقى في هذا الامر فكرة، طب ما هي المرأة أساسا هي الأكثر التصاقا بأمر البيت. ليه ما تكونش هي؟ هو فعلا المرأة هي الأكثر التصاقا. ليه ما يكونش القوامة بقى هنا في هذا الجانب، أو يعني الجانب اللي هو المسؤولية في أمر البيت يرجع فيه إلى المرأة ولا يرجع فيه إلى الرجل؟ ليه ما يكونش كده؟ برضه هنرجع ونقول الخطاب الأول اللي بخاطب به النفس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يجي بعد كده بقى الخطاب الثاني. انا لو هنظر له من منظور التعبد انا شايفه منظور تاني خالص. المرأة كلفت باشياء في البيت فعلا لا يستطيعها الرجل. هدي مثال واحد بس. العناية وتنشئة النشء، انا شايف ده امر عظيم جدا، ده امر صعب على فكرة مش سهل. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة اساسا بطبيعة نفسية لكي تؤدي هذه الوظيفة بكفاءة. يعني نفسية الرجل لا تتحمل عبء تنشئة الطفل. تنشئة الطفل صعبة جدا. تحتاج لبذل عظيم جدا، تحتاج لنفسية ورحمة عظيمة جدا. هذا لا يوجد في التركيبة الصلبة في نفسية الرجل. نفسية الرجل تميل للصلابة، حدية. ليه؟ الله سبحانه خلقه لمواجهة العالم بصعوباته ومشاكله وأزماته وحروبه، ما ينفعش يكون أميل للعاطفية. بينما المرأة دورها عبارة عن مظلة رحمة موجودة داخل البيت. تركيبة النفسية للمرأة هي اللي تصلح لها. أنا عايز تتخيل كده، وده فعلا واقع عند كل واحد فينا لما كرجل يقعد في البيت ومطالب مثلا يرعى الطفل لأي ظرف. أنت بتخيل مثلا، شوف العناء علشان الأب يأكل الولد، هو مش متقبل فكره انه يقعد ويداد الواد ويا حبيبي وعشان خاطري ومش عارف ايه. طب اصلا مش جعان ان شاء الله عندك مكان. تخيل انت الولد ده هيعيش ازاي ولا هيبقى المراه لا عندها السعه النفسيه ان هي كذا ويا حبيبي وتعالى وتديه وتحايله، ولو حصل شيء من المرض ازاي ان هي فعلا تبذل يعني الرحمه اللي قذفها الله سبحانه وتعالى في قلب، يعني اودعها الله سبحانه وتعالى في قلب المراه حقيقه مبهره. طيب ال 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 المراه بقى عندما تلقى على كاهلها هذه الأعداء، أنا شايف أن لما يكون هناك القيادة بأعبائها بعيد عنها، ده تفريغ ليها لمهمة أعظم. عارف أنت معين يقول لك إيه؟ بص يا دكتور، أنت إحنا عندنا في ملف كذا ده مهم جدا، عايز تتفرغ له تماما، إحنا هنشيل عنك سائر الملفات. أنا كده بخدمك ولا بضرك؟
تختمي. ده اكيد. رخل انا برضو مش متصور ازاي صار هناك القاء في النفوس كده وفي العقول ان المرأة عندما تخرج للعمل هذا تكريم لها. انا مش متصورها. يعني ازاي تم زرع فكرة ان المرأة عندما تجعل في البيت وتصام وهناك من يكلف بالنفقة والسعي على شؤونها. وده بيخدنا برضو النقطة اللي هي النفقة اصلا. ما لسه هنتكلم عليها. مسألة المواريث مثلا. يعني ما هو برضو من ضمن الخطاب النسوي امتداد الحلقة اللي فاتت. ان ليه المواريث للذكر مثل حظ المثل. هنتكلم على دي بس عايزة تلقط مع الحتة دي. فكرة ان فعلا المرأة لما يقال لها مسؤوليتك في البيت ده تكريم وليس اهانة. هذا تكريم عظيم. يعني ان انت لم تكلفي بالنزول والسعي لخارج البيت. انا بتصور دايما المرأة التي تحارب في لاجل وجودها خارج البيت زي واحد فعلا شايل شنط كتير وكل همه ازاي انه يزود كمان شنطه. انا شايفها دي مسؤوليه انت بتزود على نفسك. هو للاسف حساب. للاسف الشنطه الجديده بتيجي على حساب شنطه تانية. اكيد طبعا ده اكيد. انا لا اقول للمراه لا تخرج. مش بتكلم على كده خالص. ولا اقول للمراه لا يستغنى عنها خارج البيت خالص. بالعكس طبعا هناك اشياء مهمه جدا محتاجها المراه للعمل فيها لكن بضوابطها. لكن انا بتكلم بس على التسلط هذا الفكر ان فكره ان المراه عندما تكون او يقال لها او تخاطب بان عليها اعباء داخل البيت ان ده فيه امتهان ليها. انا مش فاهم ده ازاي. نرجع بقى ونتكلم على الجزئيه اللي انت اتكلمت عليها مساله اللي هو هضم الحقوق في الاموال ونحو هذا. انا عايز افصل ما بين جزئيتين. يعني هو جزئيه فعلا الخطاب الشرعي والتطبيق. التطبيق هل في ظلم؟ يقينا في ظلم طبعا. فيه لا بس هم بيتكلموا على ان الخطاب نفسه ما ده هرجع ليه. فكره بقى الخطاب اللي بيقول لك ايه للذكر مثل حظ الانثيين وبيعتبروا ان ده خطاب تمييزي وهو وطبعا ده اللي بيصرح به المعادين اساسا لشرع الله. تمام. يعني يمكن حتى ما بنلاقيهوش الحمد لله في اوساطنا احنا في بلادنا في عموم الناس. بس احنا لازم ننكر برضو هذه الامور حتى لو موجوده في النفوس ومحتاجه ان احنا نفهمها. هل يا ترى توريث المراه اصلا في كل الحالات كان للذكر مثل حظ الانثيين؟ لا طبعا ابدا. انما هذا كان توريث في حاله التعصيب. طيب حتى في حاله التعصيب لماذا للذكر مثل حظ الانثيين؟ ما هو بيجادلوا معاه اشمعنى برضه في الحته دي. اقول الله سبحانه وتعالى له حكمه في توزيع المواريث. فعلا عندما تتساوى الطبقه الطبقه الواحده تتساوى بيكون المنظور في الغالب اليها في اصحاب الاعباء تسد حاجتهم. فهنا اخوه واخوات متساويين في الطبقه ومتساويين في حق الوراثه من هذا الاب الذي توفي ونحو هذا. فهنا بينظر الى ما يلقى على عبء الرجل من النفقه الاصليه. ما احنا ناسيين. ما انت مش هتفهم الذكر مثل حظ الانثيين الا لما تفهم خطاب لازم تاخد معاه خطاب النفقه بما انفقه. يعني هو دايما مكلف بالنفقه. احيانا ممكن يبقى مكلف بالنفقه على اخته. يعني صحيح. في البتاع ده صحيح. اللي هي خدت نصف اللي خده هو اصلا لو هي فقدت كل عائل ليها صحيح. هو هينفق عليها اساسا. صحيح. طب عايز بقى تتخيل ان في حالات فعلا المراه بترث فيها اضعاف الرجل اصلا. طب لماذا لا نقول بقى ان الحالات اللي المراه بترث فيها اضعاف الرجل ان ده تمييز ضد الرجل؟ معنى عمرك سمعت راجل قالها؟ ما حصلش. ما ينفعش طبعا. سبحان الله العظيم. عز الله. فنرجع بقى لملف النفقه بما ان احنا يعني اشرنا اليه برضه زي ما قلنا ازاي هننظر لمنظور الملف القوامه في من منظور التعبد. عايزين نبدا نشوف بقى تفاصيل النقطه دي بالذات لانها زي ما انا قلت لك هي حساسه جدا والبعض للاسف بيعمل حيله دفاعيه امام هذه الهجمه النسويه انه برضه بيبدا ينكر قضيه النفقه او يبدا يقيدها او يبدا يقلل منها. عايزين شويه تفصيل بقى في النقطه دي شويه. هو اشرنا ليها الحلقه اللي فاتت عابرا كده لكن محتاجين نفصلها شويه. هو نرجع ونقول تقبل الخطاب الشرعي بنفس سويه لن يكون فيه عنت ولا حرج خالص. وتقبل فكره التعبد نفسها صحيح. فهنا تلقي الخطاب لو هتاخده من منظور سمعنا واطعنا وازاي انك تتعبد لله بهذا غير واحد بياخده لغرض اخر. نعم. إثارة مسألة النفقة والرجل لا يجب عليه كذا عندما قال الفقهاء هذا قالوه من باب إرساء الحقوق. الحد الأدنى اللي الرجل لو لم يفعله يقال له إيه؟ عليك بالنفقة وتطالب بها وجوبا وإن لم تفعلها تقاضى عليها. لكن هل معنى كده إن الشرع قال للزوج لا تنفق إلا هذا الحد؟ ما حصلش.
مفيش، ما نهاهوش عن ذلك يعني. ده بالعكس، ده الشرع حضه على النفقة وجعل النفقة باب أساسا من أبواب الخير والطاعة التي يجني من ورائها الأجر. يعني هو مطالب، احنا متفقين ان الرجل وجوبا عليه ايه؟ انفق، يعني واجب اهو، ويأثم اذا لم يفعل. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. طب ولو فعله بقى خلاص يؤجر، يؤجر يؤجر ويجعل هذا صدقه، رغم انها نفقه واجبه، يعني هو لازم ينفق بس هيؤجر عليه. اه ده مش بس كده، ده هذا الصدقه من اعظم الصدقات اصلا. يعني انت بتقول صدقه، اه ليه؟ ما هو الـ 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 النفقة اللي بيحتسبها إذا احتسبها حديث تكتب له. إن المرأة أيوة. إذا أنفق نار على أهل نفقة وهو يحتسبها صدقة، كانت له صدقة. بل سبحان الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب هذه الصدقات فقال للرجل الذي يريد الصدقة: ابدأ بنفسك فتصدق عليه. أدي أول حاجة، تنفق على نفسك تسد حاجتك وتحتسب هذا من الصدقة. فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فالفكرة إن ترتيب النفقة أصلا هذا ده داخل في الصدقات. الأفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. فتخيل أنت بقى المعركة اللي هي لب المشاكل داخل البيوت، هي عبارة عن إيه؟ مش مشاكل مادية. نعم. أغلب المشاكل اللي بتعرض عليك في حياة الناس مشاكل مادية. طب لو كان الراجل اساسا في قلبه ان كل ما ينفقه على اهله هذا يدخل عنده في الصدقه، هو هيزعل. حتى لما ذكر في حديث اخر: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبه، ودينار انفقته على تصدقت على مسكين، ودينار انفقته على اهل، قال: واعظمها اجرا. اعظم الله. اعظمها اجرا أعظم الذي انفقته على اهلك. تخيل مسلم، تخيل انت بقى. يعني هل يا ترى لما واحد مفيش روح القتال خالص دي والنزاع، احنا هتاخد اجر عايزين كذا، بيقولوا لك احنا عايزينك تاخد حسنات قد كده. هل في واحد هيعرض عليه؟ انت لما تيجي تكلم حد من اي حد من الخير، مالكش في الخير، يقول لك على طول ايه؟ غالي. عمرك ما تقول له لا للاسف لا ماليش في الخير والله، ما مش بتحصل. ممكن لك معلش مش معايا دلوقتي بتاع، بس هو حابب الخير. طب ما هو الخير اهو، انت زعلان ليه؟ فمن اين تنبع المعارك؟ لما ننزع التعبد بقى، ساعتها باب النفقه بالنسبه هتبقى عباره عن وبال على الرجل. ما هو الناس انا بعمل كده ليه؟ ما هو انا عمري بيضيع. الناس انا اتجوزت ليه اصلا؟ اه انا عمال بقى عمري بيضيع وفلوسي بتضيع ومش عارف ايه بيضيع. يا اخي سبحان الله العظيم، ما فيش حاجه بتضيع. الزواج في شرع الله ليس فيه خساره اصلا، الزواج في شرع الله كله مكاسب اصلا. طب بالنسبه للمراه، يعني التعامل مع الحق ده، هل هي بتتعامل معاه من منطلق برضه انها بتستشعر ان هو حق لها، ولا هو برضو النقطه دي برضو بتتعامل بالزبط معها بعض النساء بشكل؟ فعايزين برضو ناخد بقى الجانب الاخر. احنا مش لما قلنا جانب القوامه كحق للرجل كيف يتعبد لله به، وكيف المراه تتعبد لله به، كذلك جانب النفقه كواجب على الرجل كيف يتعبد لله به، وكيف تتعبد المراه به. تتعبد المراه به انها تتلطف بهذا الحق. طيب النفوس مش هتعرف تضبط بقى ايه اللي كويس في طلباتي وايه اللي مش كويس في طلباتي. هنا بدأ الفقهاء يفصلوا الى جانب احقاق الحق اللي هو جانب اعطاء العدل، وبين الجانب الثاني اللي هو جانب الفضل. العدل اه يبقى يقال لك انت يا دكتور محمد والله انت عايش في البيئة الفلانية في المكان الفلاني، يبقى مفترض نفقتك تكون كذا. بيقولوا لك كده ليه؟ عشان تقتصر عليها؟ لا، علشان لو قلت انت قصرت وممكن تقاضى. الله ينور عليك. طب لو زودت خير، ده بقى بفضل. محدش بيقول لك اقتصر على بابك. وسع الله عليكم وسعوا على انفسكم، سيدنا عمر. سيدنا عمر. فالتوسعه على النفقه على اليد امر مستحب. فانا لما لا يا اخي سبحان الله، كنت لسه بتتكلم على عباده من العبادات، عباده السرور تدخله على قلب مسلم، ده من اعظم ما بالك سرور على اولادك وعلى زوجتك وعيالك والكلام ده كله، ده انت تنشرح صدرا. هي معاني جميله والواحد نفسه يفضل يسترسل فيها، لكن بس يعني مش بس الحلقه اللي خلصت، لا الموسم نفسه خلص. ان شاء الله نلتقي على موسم اخر، ويمكن في الموسم الجاي احنا ان شاء الله ناويين نتكلم اكتر عن قضية استبدال الأسوة. دي خطيرة جدا، وفكرة الأسوات البديلة والقواعد البديلة والمناهج البديلة دي في منتهى الخطورة. وأعتقد أن ده هيكون بقى إيه كلامنا في الموسم القادم إن شاء الله. ياريت نكون كنا ضيوف خفاف يعني عليكم، ويكون حاولنا بقدر ما أن احنا نؤسس لمعنى التأسي ومعنى المنهجية
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.